ابدا فريق بيروت عم يفوز بلقب كاس لبنان لكره السله بعد فوزه على حساب فريق الانطوني بعبدا بنتيجه 72-55. انتهت المباراه بفوز فريق الانطوني فريق بيروت على حساب فريق الانطوني بعبدا. رح جرب كون سريعا معكم بعدد من المباريات. رح جرب اخذ سريعا سيرجيو قبل ما تبلشوا بس تحتفلوا اول شيء خليني اقول لكم مبروك فريق بيروت عم يفوز بلقب كاس لبنان الجديد. ما كانت هيدي النهايه المنتظره لكم اللي كانت خطيره بعد دور النص نهائي. اوفرول هاكي سامرايز كيف البرفورمنس اللي فيه؟ ليك اول شيء الحمد لله على كل شيء، خلصنا الماتش بلا اصابات بلا شيء. لعبنا بالنهايه قدرنا نربح اليوم بغض النظر مين مشارك بالبطوله مين مش مشارك. من اللي علينا نحن وربحنا بالكاس هذا اهم شيء. اليوم الكاس لبيروت اكيد ثالث كاس حققوها لموسم ثالث كاس ثالث مضبوط. العالم عم بيحكوا انه بيروت هيك بيروت هيك، لا بيروت ربحنا ثلاث بطولات السنه بالرغم انه خسرنا بطوله لبنان ما قدرنا نوصل للنهائي، بس بعتقد خلصنا السيزون بأحلى طريقه ممكنه والسنه الجاي ان شاء الله بنرجع بقوى. شكرا لك سيرجيو. رح كمل بجوله المقابلات. رح جرب هون رح نكون بادئين بعمليه التتويج بين الفريقين، يعني رح تبدا عمليه التتويج بعد لحظات معدوده. حاليا عم يتم عملية التتويج. رح جرب قد ما في يكون بجولة على صعيد المباريات. نشوف رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة استاذ اكرم الحلبي مدير قناة ان تي في، استاذ حبيب قبرين امين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة، واتحاد غرب اسيا المحامي شرب الرزق من صندوق الاتحاد ورئيس جميل انطونيك من لبنان، استاذ بكان شرجان نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة، استاذ سامي ناصر ورئيس لجنة الملاعب عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة، الاستاذ الي خلي اللي عم نشوفهم على ارض الملعب للبدء بعملية التتويج بعد لحظات معدودة. كنا بمقابلة بانطلاقة هذا اللقاء مع سيرجيو درويش لاعب فريق بيروت. جرب ياخذ يعني انوبايل علي حيدر عم بيكون هلا حاليا اللاعبين. اذا بدك محمود قرب شوي هيك بكونوا بلشوا التتويج بعد لحظات. علي How you doing? First of all, congratulations for winning the cup today. اليوم بيروت عم بخلص المباراة بفوز جديد على صعيد نهائي الكأس. انتم هذا ثالث كأس لكم عم بيكون بهذا الموسم. بعدنا عم بقول أول لإلي، أنا ما كنت معنا أول شيء. إي أول لإلك فعلياً، بس يعني يمكن ما كانت هذه النهائي المنتظرة لفريق بيروت اللي أنتم كنتوا ناطرينها، بركي كان عندكم طموحات أكبر وأكيد كان عندكم طموحات أكبر. اليوم الكأس قديش خلينا نقول برجع شوي هيك بيعطيكم المعنوية أكثر. أكيد، يعني a cup is a cup. We won. لعبنا جيمات لنوصل لهون، والحمد لله it's nice to You know, خلص السيزون on good terms. يعني ربحنا آخر شيء و we go into the off season, so it's nice to win. هلا you ended the season on good terms, بس on a personal level علي محمود has two big offers هيدا الموسم. سجلت بيروت وين مايل انت؟ I don't know. لنشوف لنشوف إن شاء الله خير. Hopefully wherever I go it's the right situation. انت اليوم علي مايل هالميلة ولا؟ I don't know yet. لنشوف. I have to do what's best for me. What's best for you? I don't know yet. I'm not sure. Let's take. To be honest with you, I love Beirut. It's been a great year, so wherever I go, inshallah, there I'll be happy. Best of luck. لا لك دائما علي. لك لا لك. رح كمل. اخذ. خالد اخذ. علي. في صورة هون. ستة بلوك شوت اليوم باللقاء. ازاي؟ ستة بلوك شوت. 18 نقطة 8 ريباوندز. أنا بس خلص. بدأ إن شاء الله. كنا بعدا بعملية التتويج اللي بدأت حاليا للاعبية كأس لبنان لكرة السلة كأس أنطوان الشويري عم بفوز فيه فريق بيروت. وفريق بيروت عم يرفع الكأس حاليا وكأس أنطوان الشويري لكرة السلة عم بيكون من حصة فريق بيروت بهيدا الموسم تحديدا. فريق بيروت عم ينعطى الكأس لعلي محمود والصورة التذكارية الجماعية. وهون عم بينحطوا كل الكاسات اللي فازوا فيهم فريق بيروت بهذا الموسم. ثلاث كاسات حققوا فريق بيروت منهم كأس بطولة الدوحة الدولية، كأس البطولة العربية، وحاليا كأس أطوان شويرة لكرة السلة لفريق بيروت لكرة السلة يلعب يحققوا فوز اليوم بهالبطولة تحديدا. وبيروت بطل كأس أطوان شويرة لكرة السلة. اكيد رح نكون سريعا بجوله على صعيد المقابلات. جرب كنا عم ياخذ رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله استاذ اكرم حلبي. خلينا
بدك يعطيك الف عافيه على هالموسم. الله يعافيك ومبروك لنادي بيروت. موسم طويل، موسم كان في كثير من الامور الصعبه، ولكن وحده ورا وحده قدرتوا تتخطوها وتوصلوا الموسم الى برا الامان، الى خط النهائي من بطوله لبنان الى كاس عطوان شويري. الحمد لله، الحمد لله. بدي اتشكر كل الانديه اللي شاركت بالبطوله وبالكاس. الحمد لله انه كل شيء عم ينتهي على خير وعارض الملعب من دون اي مشكله. مبروك للشعب اللبناني كله، مبروك لمجتمع الباسكت، لكل الجماهير. ان شاء الله موسم الجاي بيكون احلى. بعد البطوله بعد الكاس، المنتخب اللبناني لكره السله مع مدرب جديد وجهاز فني جديد قديم موجود بالمنتخب اللبناني، اليوم المنتخب بعده بامان، بعده بالف خير. الحمد لله، الحمد لله. ننطر تيجي المدرب، فيكم تقعدوا تحكوا معه بيعطيكم كل التفاصيل. انا ما بتدخل بالامور، بس ان شاء الله المنتخب بخير، ان شاء الله الى الامام بنكون افضل من قبل، يعني مثل ما الله بريد. انت اللي استاهل، لانه كثير عم يطلع اشاعات وكثير عم يطلع حكي على السوشيال ميديا. شو بدك بالحكي؟ هذا حكي، مع الاسف بعض المواقع اللي ما بحياتها بتتعطى باسكت فجاه صارت بدها تكب اخبار وكذا. اليوم في لجنه، اللجنه بعد ما اجت على الاتحاد قالت له هيدي الليست اي ناقشوها ولا لا. تاني شغله، بعد بكير في المهله عندنا لقاب نحن كاتحاد، لكن رح نطلعها قريبا، بس انطروا للجنه تعطي تقريرها. بس هيدي اشاعات لكب الفتنه لتهييج الجمهور، عيب. ويستحوا هول المواقع، انا بسميهم مشبوهه. مشبوهه؟ ايه اكيد مشبوهه، اكيد في اطراف وراها بدها من عم تنقسم من الناجحات تبع كرة السلة. انا بنصحها تركز على كذا اللي كانت مركز عليه. بسأل لك بريسيدون، رح كمل جولة المقابلات، رح قرب لاخد علي حيدر يا زميلي محمود الحلبي، يعطيك الف عافية دايما مشكور. رح جرب بعد اخد علي حيدر. علوش قبل الصورة، 18 نقطة، 8 ريباوند، 6 بلوك شوت لعلي حيدر اليوم باللقاء. 23 بلوك شوت. هلا شوف، هلا بلوك شوت، تعرف انت علي لعبت البلوك شوت، ما بعرف كيف علوش. اول شيء بعدنا هلا عم نقول لسيرجو، عم نقول لعلي، يمكن هيدا مني النهايه اللي انتم كان بدكم اياها كلاعبين، كان عينكم اوريدي التحكيم بجيم اون، عينكم على البطوله، عينكم على المنافسه، بس ستيل يو مانج تفوز البطوله بكاس عطوان شايري وثلاث كاسات بهذا الموسم. ليك ذا اونلي جود ثينج اباوت انه ربحنا الكاس، انه خلصنا السيزون على جود نوت. الحمد لله خلصنا بلا اصابات، اكيد كنا نتمنى انه السيزون يخلص احسن من هيك، نكون بالفينال، بس لا حول ولا قوه، ان شاء الله نتعلم الدرس والسنه الجايه بنكون احسن، من حد احسن، فريقنا بيكون احسن ونتاهل على الفاينل. كثير في اشاعات على السوشيال ميديا عم تحكي عنك، عم تحكي عن السنه الجايه، وين علي حيدر؟ علي حيدر اندر كونتراكت مع فريق بيروت للسنتين القادمتين بعد. الحمد لله ربحنا اليوم، ما بعرف شو بدي اقول لك صراحه، اي هاف نو ايديا. ما بعرف شو صراحة، أنا ما بعرف شو حيصير، I have no idea، والله ما بعرف، to be honest يعني ما بعرف. شو بدك فيه؟ هلا عندي علوش، مبروك لك الكاس، كاس أطوار شوية، يعطيك ألف عافية. الحمد لله، الحمد لله خلصنا بلا إصابات، يعطيك ألف عافية على الموسم الحلو. هيك لك ألف عافية، شكراً عليك. Thank you. Keep on shining. هيك لك علي حيدر، نجم نادي بيروت، قائد فريق بيروت لكرة السلة، رح كمل بجولة المقابلات. بدي اجرب شوف مين معقول كون عم بقدر بعد اخذ، رح اجرب اخذ بعد وتشوفوا هون طارق كرم عم يمضي على الطابة. هيدا حنا ما في ما اخذ منك كلمة. شو اول شيء مبروك، ثلاث كاسات هذا الموسم، كاس بطولة الدوحة الدولية، كاس بطولة العربية، وكاس عطوان شويري لكرة السلة. اليوم هذا الكاس تحديدا الرئيس الرؤساء الراحل عطوان شويري اللي بيعني لكم كندا بيروت تحديدا بتكون عم تفوزوا فيه. اكيد فخر كبير، يعني كل شيء له علاقة ببريزيدان شويري باللعبة هو فخر انه تحمل هذا الاسم. ف الحمد لله ثالث لقب، ما بدنا نسخف ابدا بهذا الموضوع. يعطيهم الف عافيه، عملنا اللي علينا قد ما فينا، ما توفقنا بطولة لبنان، وواضح يعني الجاب واضحه وين كانت بالاجانب. اكيد نحن بنتحمل المسؤوليه قبل كل شيء، بس اللي بقوله رح اقول لك اياه لاول مره، انه مش هن الاجانب اللي كانوا رح يلعبوا معنا بالفاينل فور، بس ظروف فورس ماجور ريجنال لها علاقه بالمنطقه وبالحرب، بالدرونات يلي بتطير فوقنا من دون ما نحن يكون لنا اي قرار بهذا الموضوع، ما خليت هول الاجانب يجوا على لبنان. انا بعد عم بساله هلا علي حيدر، كثير في اشاعات عم بدور حواليكم،
كنادي بيروت عن موضوع علي حيدر عم يحكي انه علي ست شهور مرات بالكونترا. شو عم بصير؟ علي مرتبط بعقد لسنتين. انت بتعرف انطوني انه السوق كثير صغير، يعني اللاعبين الاي مرتبطين بكونترايات بالرياضه بالحكمه وببيروت، يعني اكثر شيء على ما عم بحكي على 3 سنين وعلى سنتين. فعلي از اندر كونتراكت، هذا الموضوع منه للبحث. بقيت ما تبقى الكوتش واللاعبين مع التكنيكال دايركتور مع جوزيف، هن هلا بده يطرحوا شو بدهم لسنه الجاي. بس ما بتخيل رح يكون في ميجر تشينجز ببيروت الا على صعيد الاجانب، يمكن على صعيد اللبنانيين بمحل او محلين صغار. بس رح يكون في تعديل وتكبير، خلينا نقول على صعيد الليفل اللاعبين اللبنانيين تحسين. اللبنانيين كيف فيك تعلي بعد؟ يعني نحكي على صعيد البنش. نحن وير فيري ساتسفايد. برجع بقول لك جاب تبعيتنا كان بالاجانب. بدنا نجرب نسكر هذا الجاب على بكير سنة الجاي، ما ننطر من اول السيزون. وبرجع بقول لك ماينر تشينجز باللبنانيه. طارق بطوله وصل بعد يوم، بكره بتنطلق بالاحرى، بكره مسافر فريق رياضي ومسافر فريق الحكمه، بتنطلق ب 26 الشهر يوم. قديش مهم كمان نشوف فريقين لبنانيين عم يمثلوا لبنان بهيك بطوله تحديدا؟ يعني طبيعي وصل يكون فيها اثنين لبنانيه بالفاينل 8. هذيك السنه كنا نحن والرياضي، السنه الحكمه والرياضي. انا بقول السيرين لعبوها الحكمه والرياضي. الرياضي برجع بقول لك عم بيلعب بمستوى اتس جوي تو واتش، يعني لو انت منك مشجع للرياضي قد ايه حلو تفرج عليهم. الحكمه باخر جيم لعبوا احلى ماتش لهم بالسيرين، انا هيك شفت. يعني امبارح كنت عم خبره لصديقي رئيس النادي راغب حديد، عم بقول له عن جد احلى ماتش كنتوا لعبتوه هالسنه، قال لي ما زال هيك مشي معنا على قطر. قلت له مش هالقد، بدنا نروق. شوب هلا كثير بو. انا اللي شايفه يعني الكويت والمنامة هن الاثنين الكراك، بس انا بقول حكمه ورياضه بيقطعوهم اثنيناتهم، لانه قد ما لعبوا مع بعض باخر فتره بالسيري كثير علوا هن الليفل تبعهم اثنيناتهم. فانا برايي رح يقطعوا اثنين، يا رب نشوف حكمه رياضي فينال. هذا كل الامل والتمنيات يا رب. فيري بروبابل ان شاء الله يا رب. بقى يعطيك الف عافيه. ثانك يو لكم. سيزون متعقد، نحن اي لاف يو، بنشوف حالنا فيكم. وعن جد هالسنه كان تيرنينج بوينت بمسيره هون لبنان بالسبور. كان معك انتوني باللايفات، كان معك بكل الايفنتات اللي انت فيها. هيدا الميكرو عن جد عم بيحمل ثقه عند كل الناس، عم بكبرونا لما نحكوا عليه، وهن كمان عم بلاقوا ريتش كتير كبير عليه. وزيت الوقت كمان بدي حيي فارس بالبودكاست يلي مختلف عن الكل يلي عملوا، وان شاء الله سنة الجاي بنقدم الاحسن ان شاء الله يا رب. ثانك يو لك فارس. ثانك يو لك. واكيد باقي على ام تي في. بدي خلصها بشيء هيك الاحوال. فعلا متابعينا برصه لبنان، نحن هنكمل معكم بجوله المقابلات. حنونا طلعت لايف، كان بعد غياس معامل مقابله. هذا فارس. اول شيء خلينا اقول لك يعطيك عافيه على الموسم الممتاز. ثانك يو. بروديوسر كان على ام تي في، بروديوسر كان على اس بي اي، فارس كرم بودكاست سبور على هنا لبنان وعلى راديو دلتا. لا بتعرف عن جد موسم حلو، موسم صعب، موسم طويل، ما كان سهل ابدا. فان شاء الله كل هواة الباسكت بول، وبين قد ايه يعني اللي عم بيحبوا الباسكت عم بيزيدوا اكثر واكثر. بتصور الام تي في وصلت الرساله باحلى صوره وباحلى اخراج باحلى تعليق. فعن جد موسم كان حلو، مبروك للي ربحوا وهردك يلي ما ربحوا. هيدا الباسكت. يوم بيروت خلص الموسم بثلاث كؤوس، بعرف كان عينكم على اكثر من هيك، عينكم على بطوله، عينكم على كثير محلات كان، بس قدرتوا تخلصوا بثلاث كؤوس، هذه نقطه مهمه. اكيد انتبه، بس اليوم كل فريق بيحلم انه يربح كل شيء، بس ما تنسى في عندك فرق على الارض كثير قريبه مستواها، يعني الرياضي اليوم بيستحق يربح بطوله صح. لبنان صدار. الحكمه بيستحق يلعب فينال، بيروت ربح هيدا لقب وبطوله عربيه والدوحه، يعني بدك دائما تجرب، بس ما فيك تربح كل شيء، ما حدا بيقدر يربح كل شيء. مبروك لبيروت، هاردك الأوطانيه كمان عملوا سيزون ممتاز. ايه برافو عليهم عن جد. بس اللاعب الاجنبي اليوم اشتقنا له بالملعب، بس يعطيهم العافيه اللبنانيه عن جد. ترجع كمان تشوف اللبنانيه كومبيتينغ اجينست اوذر هذه كمان. شو لكن ليش لا، عم نشوف اسماء جديده شفت اليوم ببيروت. عندكم كمان لاعبين صغار عم نشوفهم. هيدا ما هيدا اندر 18 اندر 16. ما هيدا الحلو، يعني الاكاديمي وين صارت ببيروت،
قديه تقدمت الاكاديمي، وما تنسى فريق البنات لعب فينال، يعني انه الفريق عم بيشتغل مثل ما لازم، كله عند الكنترول الحمد لله. يعطيك العافيه فرنسا. رح كمل جوله المقابلات، رح اجرب بعد اخذ امين سر نادي بيروت استاذ جزاف عبد المسيح. وينك؟ كلمتين. لا كلمتين ولا ثلاثه؟ ثلاثه ثلاثه. يعطيك العافيه. ثانك يو. عندي وحده. كيف بتختصر الموسم لكم؟ كثير منيح، ثلاث بطولات، بطوله العرب، بطولة الدوحة، وكاس لبنان، كاس أنطوان شويري. Not bad. ها؟ كاس أنطوان شويري، عم نحكي عن رئيس رؤساء الراحل أنطوان شويري. طبعا طبعا ربحنا نحن، هذه ثاني مرة بنربحها. ليه مهمة لكم؟ كثير مهمة، كثير مهمة، كل كاس وكل بطولة بنشارك فيها مهمة لنا. هالسنة شوي كان عندنا صعوبات بالأجانب شوي، كان في كمان البلد مر بمشاكل كثيرة خضت. كتر خير الله عملنا هول الانجازات، ان شاء الله للسنه الجايه، الى اللقاء للسنه الجايه. الموسم القادم شو محضرين؟ الموسم القادم كمان نفس الفريق، يعني احنا معظم اللعيبه تبعنا الكور ماضي سنتين وثلاث سنين، بدنا نشوف الاجانب. علي سيرجو وعلي مزهير، علي سيرجو وعلي مزهير وميغيل والكوتش والاسيستنت كلهم. علي محمود عم نحكي نحن وياه، حابب يضل هو، بدنا نشوف شو الوضع. بعدنا خالصين، عنا شوي هالجمعة رياحة ونرجع مكفي. بلشوا رحلة المفاوضات ولا بعد؟ بهلا بكرة مبلش أو بعد بكرة، يعني بهاليومين. بدنا نحتفل. في عندكم لاعبين فري ايجنتس هذا الموسم، مش من عندكم البارات اللي احنا الكور تبعنا باقي كله. هلا نيجي شو بيتغير؟ كان اللاعبين الموجودين بالسوق هلا فري ايجنتس. في كتير لعيبة، بدنا نشوف شو عم بيصير. يعني تصور الحكمة مضوا كل شيء، سك خلص والرياضي مخلص، بقية الأندية ما عم تتحرك بجدية. سو ويل سي شو بيصير معنا، بنعملها. بس نحن بفتكر اكثر شيء لازم نحسن بالاجانب تبعنا، يلي ما قدرنا جبنا المستوى اللي مطلوب بسبب الظروف يلي صارت. ان شاء الله السنه الجايه بيكون الاجانب احسن. كور اللبنانيه تبعنا كثير منيح مع اجانب، كله هذا بينحكى بعدين. يعني ما بعرف اذا هو بده او ما بده، يمكن هو ما بده، في ناس يمكن ما بدها هي تضل، بس نحن بنحب نخلي الفريق مثل ما هو، خاصة الكور. الكور باقي والباقي بنشوف. معقول نشوف أسماء جديدة خصوصا على الفورورد اللبنانية؟ معقولة، سنشوف شو في افيلبل بعد، شو ما مضى كريم إذا افيلبل ما بعرف، شوف الحكمة شو عم يعملوا معه. ما بعرف، بعد ما عدنا حكينا جديا عن ست الجاي، كنا بس مركزين هلا كيف بدنا نربح الكاس. كتر خير الله ربحنا الكاس، جمعة الجاي بنقعد ناخذ بريك، كوتش بده يرتاح كمان، نعمل ناخذ بريك وجمعة الجاي بنبلش. يعطيك الف عافية. ثانك يو. ثانك يو لك. رح جرب بعد شوف مين من الموجودين هون، يعني بدي اجرب شوف اذا بقدر بعد اخذ اللاعبين الموجودين. جاروج عمل موسم ممتاز، رح جرب اخذ بعد جامارك جاروج من الموجودين. صراحة شوب كثير، يعني ظرف خمس دقائق شوبنا انا وزميلي محمود الحلبي. رح اخذ سريعا جامارك جاروج. شو الوضع؟ بسم الله عليك حبيبي. Great season so far. خلصت هيك بيقولوا. هي اكيد هيك بيقولوا. مبسوط ساتسفايد؟ يا اكيد اكيد. شو ربحانين من النهاية؟ ربحان، عمل سيزون ممتاز. اسم الله عليك كمان 3 بوينت شوتس تبعولك، كمان مع بيعلوا البرسنتج تبعولهم. كومينج اوف ذا بنش، عم تقدر تعطي كمان انتنسيتي للفريق. صح ما كثير هالسنه، كان في ابس اند داونز، بس المهم طلعنا بكاس وذاتس هذا الاهم. هلا كيف حلو الاكسبيرينس هالسنه مع فريقك؟ ليك صراحه انا من احلى الاكسبيرينس، لانه سبيشلي رحنا على بطوله عربيه كان اول اشتراك لالي وربحنا ربحت شوتر العربي. يعني نشكر الله على كل شيء وان شاء الله لوكينج فور نيكست سيزون. يا مرحبا طول عليك حبيبي. كمل اكيد جوله المقابلات. بتصور ما بعرف اذا بعد في حدا من الموجودين هون، بتصور كله فل. فاذا متابعينا بمنصه هنا لبنان، زميلي محمود الحلبي يعطيك العافيه على كل شيء. يعني بهيدا خلينا نقول بهيدا اللحظات عم ننهي انا وزميلي محمود الحلبي هيدا الموسم من بطولة لبنان لكرة السلة ومن كأس أنطوان شويري. نكون معكم بهيدا التغطية المباشرة طيلة هذا الموسم. محمود الحلبي يعطيك ألف عافية، كل زملائي المصورين عبر منصة تورا لبنان، كل العاملين يعطيكم ألف عافية، متابعينا دائما عبر منصة تورا لبنان. نحن معكم دائما رح نكون بكل التغطية المباشرة، أكيد كل التوفيق بنتمنى لفريقي الرياضة والحكمة ضمن بطولة وصل، وأكيد رح نكون معكم باستديوهات تحليلية، ولكن من بطولة لبنان لكرة السلة ومن كأس أنطوان شويري. هيك بنكون وصلنا لختام موسم 2023-2024. ملتقانا بالتغطية المباشرة لاحقا من هلا لوقتها. إلى اللقاء، وشكرا دائما على ثقتكم الدائمة.